هكلمكم النهارده عن حب الشباب. حب الشباب عباره عن التهابات موجوده في الجلد نتيجه انسداد الغدد الدهنيه اللي موجوده. الغدد الدهنيه اللي موجوده في الوش بالذات يعني هي ليها اماكن معينه في الجسم، قد يكون الوش، قد يكون الظهر او الاكتاف. الغدد الدهنيه دي لما بتتقفل ب اي حاجه دست او دهون او اي حاجه بتتقفل، فبتعمل في المرحله الاولانيه الروس السوداء او الروس البيضاء على حسب اللي بيجي في الوش. بعد كده بتيجي عليها بكتيريا، على الدهون اللي بتتكون تحت او تتجمع تحت الجلد بيجي عليها بكتيريا فتعمل التهاب فتعمل حب الشباب. وحب الشباب بيجي في فتره معينه من الشباب، يعني من حوالي 12 13 سنه كده، مع بعض تغيرات الهرمونات اللي بتحصل عند البنات او الولاد في السن ده. بيستمر معانا فتره معينه لحد ما الهرمونات تستقر، يعني تقريبا على 22 25 سنه في الحدود دي. لكن طبعا دايما بننصح ان اول ما يبدا يظهر حب شباب عند حد علشان نحافظ على بشرته ونحافظ على ان ما يبقاش فيه اثار موجوده بعد ما يتعالج، لازم نسرع بالعلاج في المرحله الاولانيه. الإسراع في العلاج ده بيوفر علينا مراحل كتيره جدا من علاج الاثار والبقع اللي بتتكون بعد كده.